متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية. بحمد الله صباح هذا اليوم هطلت بعض الأمطار على السواحل الغربية من المملكة، وأيضا من جديد شملت أجزاء من مدينة جدة وبقيت بعض مناطق المملكة بشكل محلي ومتفرق، مستقبلة لبعض الزخات المحلية من الأمطار. المناطق الأخرى من المملكة شهدت تقريبا خلو لسماء المملكة من تواجد للسحب، ولكن قبل قليل بدأ رصد كميات من السحب بالتكاثر في المنطقة الوسطى تحديدا بالقرب من القصيم. فإما إذا أخذنا خرائط توقعات الهطولات المطرية المعالجة حاسوبيا، تشير تلك الخرائط لأننا في ساعات هذه الليلة على موعد مع تكاثر المزيد من السحب التي يعتقد أنها ستكون رعدية وممطرة في المناطق الممتدة من القصيم وباتجاه مناطق حفر الباطن والحدود السعودية الكويتية. خلال ساعات هذه الليلة تكون هناك هطولات في هذه المناطق ما بين الحين والآخر. أيضا مناطق السواحل الجنوبية الغربية المملكة ربما تتعرض لبعض التخريجات البحرية ضيقة النطاق التي قد تضرب السواحل أحيانا من وقت إلى آخر. هذه الأحوال الجوية توقع هذه الليلة كما تلاحظون تركز الأمطار في ساعات منتصف الليل في مناطق حفر الباطن والحدود السعودية الكويتية بشكل عام، مع بقاء بعض فرص الأمطار في القصيم، وتتركز هذه الأمطار خلال ساعات هذه الليلة بشكل عام في تلك المناطق. بالنسبة لنهار يوم غد الخميس كما تلاحظون في ساعات الصباح فرص الأمطار واردة على شكل تخريجات بحرية في المناطق الجنوبية الغربية على سواحل القنفذة تحديدا، وربما تصل إلى الليث أحيانا، ولكن تجدر المتابعة الميدانية عبر صور الأقمار الاصطناعية والرادار حينها. في ساعات النهار نهار يوم غد الخميس تكون هناك تقريبا فرص محدودة للأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تحديدا مرتفعات مكة والطائف، ولكن بشكل محدود بعض الأمطار في مناطق الجوف والحدود الشمالية بشكل ضيق نطاق، وبعض الأجزاء الشرقية من المملكة كما تلاحظون ربما تصل إلى الخفجي في ساعات متأخرة من مساء يوم الخميس على وجه التحديد. هذا بالنسبة لنهار يوم غد الخميس. أما يوم الجمعة فمثلا سنأخذ نظر على نهار يوم الجمعة التي تتكرر تقريبا بها الأحوال الجوية من جديد، بعض التخريجات البحرية في جنوب غرب المملكة على السواحل القنفذة وما حولها وتكون ضيقة النطاق ليست شاملة وواسعة. وفي ساعات النهار نهار يوم الجمعة يتوقع أن تتجدد بشكل جيد فرص هطول الأمطار فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة وأيضا الأجزاء الشمالية من الجوف سكاكا والحدود السعودية العراقية على وجه التحديد. وأيضا ربما مع ساعات مساء يوم الجمعة تزداد فرص الأمطار شمال منطقة الرياض، ليست مدينة الرياض إنما إلى الشمال منها، وفي تلك المناطق ربما تزداد فرصة السحب الركامية الرعدية بمشيئة الله تعالى. عودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، الأجواء تكون غدا صافية بشكل عام ودرجة حرارة 23 درجة مئوية، وهذه الليلة الأجواء باردة تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت وتكون الأجواء يعني أبرد مما عليه الحال خلال الأيام الماضية. دعونا نتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمال من سكاكا من 21 ل 11، عرعر 19 إلى 8 درجات، وفي تبوك 27 وأجواء تقريبا مستقرة في جميع هذه المناطق. تستقر أيضا الأجواء في أجزاء واسعة من غرب المملكة بما فيها جدة 29-22، المدينة المنورة 25-14، مكة 30-19، والطائف 23-13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية بعض فرص الأمطار على بعض المرتفعات والسواحل أحيانا تكون 30-24 جازان، 19-11 الباحة، 21-9 في أبها. المناطق الشرقية في الإحساء من 26-12، 26-16 في الدمام فرص أمطار رعدية، والأوفر حظا تكون حفر الباطن من 21-12 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة الرياض تكون 26-13 درجة مئوية، في القصيم 21-12، وفي حائل من 18 إلى 7 درجات مئوية. بالنسبة لأحوال الطقس خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع في العاصمة الرياض أن تكون الأجواء إجمالا صافية 26-13 في ساعات النهار، 25-14 يوم الجمعة، ويوم السبت من 22-12 تراجع درجات حرارة يوم السبت، درجات حرارة ستتراجع مع فرص أمطار ما زالت غير واضحة حتى اللحظة لكنها خفيفة إجمالا ليلة السبت على الأحد وهي تحت المراقبة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم بخير، إلى اللقاء.